تشكيل نادي النادي الأهلي. طبعا اكيد حسام يوسف بادي المباراة. هنشوف التشكيل امام حضراتكم حالا دلوقتي. المذيع الداخلي هينادي على الفريقين. يدير هذا اللقاء الكابتن ناصر حمدي ويعاونه محمد منير حكم ثاني، مسجل محمد امام، مساعد مسجل طقا شهاب، المراقبين احمد سليمان، احمد عطيق، ايمان عبد العزيز، ايمان رفعت، ومسجل لوحه ريهام حسام، مراقب لجنه المسابقات كابتن عصام انور، مراقب لجنه الحكام الكابتن مجدي احافظ. وامام حضراتكم الكابتن ناصر هيصعد الى السلم الى الحكم الاول ناصر حمدي، وهيبقى على ايدك اليمين ادي المذيع الداخلي عبد الله عبد السلام احمد صلاح رقم 6 لوجي سيلفر توري المحترف الايطالي رقم 6، وبعديه عبد الحليم عبو رقم 3، محمد عادل عبو، محمد عادل سوري دولا رقم 10، وادي الكوبي جارسيا ليبرو الفريق رقم 11، وادي رقم 18 احمد سعيد، ده تشكيل النادي الاهلي. ومعانا عبد الرحمن الحسيني رقم سعودي، عبد الرحمن السعودي سوري رقم 5، ده تشكيل النادي الاهلي بيقروا في بدايه اللقاء. تشكيل نادي الزمالك على ايدك اليسار امام حضراتكم بالزي الابيض، رقم 11 احمد يوسف، محمد المهدي رقم 6، رقم 3 اشرف اللقاني، رقم 15 محمد مجدي، رقم 17 رضا هيكل، رقم 22 محمد لعبه، وليبرو الفريق رقم 10 من نادي الزمالك محمد رضا، وليبرو الفريق في نادي الاهلي يندر جارسيا الكوبي رقم 11. وادي الفريقين في ارض الملعب امام حضراتكم، وهيبقى على ايدك اليمين نادي الاهلي بزيه الاحمر التقليدي، ونادي الزمالك بزيه الابيض التقليدي على ايدك اليسار. طبعا عناق ما بين الفريقين ولاعب الفريقين عبد الله عبد السلام واحمد صلاح ورضا هيكل، طبعا كلهم اصدقاء في الملعب وحبايب، وطبعا يعني كلهم بيسلموا على بعضهم، يعني ده حاجة جميلة جدا وحاجة كويسة. كل لاعبي الفريقين بيسلموا على بعض من تحت الشبكة، وده شيء ظريف في مباراة القمة الخامسة اللي في صالة نادي هيئة قناة السويس. وطبعا قناة النادي الأهلي بتنقل لحضراتكم هذا اللقاء لحتى تستمتعوا بمشاهدة فرق النادي الأهلي في كل الألعاب وفي كل المجالات. على إيدك اليمين النادي الأهلي، والإرسال مع النادي الأهلي أحمد سعيد شفيق رقم 18. يمكن يا دكتور مهم جدا للبداية، الأول بحيي حضرتك، ومهم جدا جدا البداية، دايما البدايات يعني بتحدد مصير الشوط، يعني سعيد النهارده على السيرف دي حاجة كويسة. طبعا طبعا، ومهم جدا النادي الأهلي يعني يفرق بنقطتين ثلاثة في البداية عشان نرتاح يا دكتور بإذن الله. أكيد أكيد طبعا، الأهلي أحسن وتشكيله أفضل، لأن الزمالك عنده في بعض الإصابات اللي أنا عرفته، واللاعب التركي ما شاركش لعدم إشراكه أو إدراكه في سجلات الاتحاد حتى الان. دلوقتي دي نقطه يا كابتن زي ما حضرتك شايف، النادي الاهلي جيده الحمد لله 1-0 للنادي الاهلي. واحمد سعيد كلاكيت تاني مره على الارسال. احمد سعيد فضل الارسال الاول يعدي بيه الشبكه، بس الارسال الثاني بقى اقوى. لا يا احمد يعني معلش معلش، المره دي ما جراش حاجه، هو لسه بدايه الشوط والنتيجه 1-1 والارسال مع نادي الزمالك. بيتهيألي لو قللنا اخطائنا النهارده كان النادي الاهلي، بيتهيألي ان شاء الله ممكن المباراه تعدي علينا يعني اسهل كتير باذن الله. زي ما دايما بنقول يا كابتن هيثم، دايما التغطيه على حائط الصد والتغطيه على الضارب والاستقبال، دول ثلاث مهارات لو لقيناهم في اي فريق هيكسب اي فرقه قدامه. نعم، استقبال جيد جدا من سعيد، استقبال واعداد محمد عادل، وضربه ساحقه من رقم 6 لوجي المحترف الايطالي، وبتيجي في المهم في النقطه دي ان احنا كسرنا سيرف مهدي. ليه؟ لان مهدي ده ارساله قوي جدا. فيا زي ما كان ضيوفي في الاستوديو التحليلي كابتن زكريا وكابتن حسام شعراوي كانوا بياكدوا مهدي سيرفه ما يقعدش اكتر من سيرفه، ويمكن احنا اتكلمنا عليه في الماتشات اللي فاتت. صحيح صحيح، عادل على ارسال واعداد خلفي، وادي ضربه ساحقه ضعيفه من رضا هيكل. مره ثانيه نادي الزمالك بيحاول يبني هجمه، لكن الاهلي اهو عبد الله عبد السلام بيرفع هناك للايطالي، ولكن ايده بتيجي في الشبكه، ونقطه على النادي الاهلي ونقطه التعادل للزمالك. اثنين الزمالك اثنين الاهلي. شاف حسيت ان لويجي كده نزل يعني نازله غلط شويه، بس الحمد لله يعني كويس خدها سريعه او اهو حضرتك طالع يعني بص نزل حتى رجله دخلت جوه شويه. الحمد لله بسيطه، الحمد لله بسيطه.
الارسال مع نادي الزمالك رضا هيكل رقم 17 يلعب ارسال من اعلى من اعمده فريق نادي الزمالك، ارسال من اعلى قوي استقبال الاهلي اعداد عبد الله ضرب سريع من مركز ثلاثه من احمد سعيد خلفي، يعني بصراحه برافو احمد سعيد مره ثانيه احمد صلاح، وادي ضرب سريع من عبد الرحمن سعودي يا ولد يا ولد وتيجي في رضا هيكل وتبقى خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي، نقطه حلوه النهارده لازم نعتمد بالزبط. على ضرب سريع من مركز ثلاثه، وعبد الله عبد السلام في الثلاث اربع كور اللي فاتوا نوع طبعا. نوع لازم ادى لويجي واحده وادى خلفي وامامي وسريع سعيد الله ينور عليك يعني هو هنا منوع عشان ما يحفظوش لعبنا فالحمد لله احنا ماشيين بشكل جيد ومحتاجين نركز ونقلل اخطائنا اكتر من كده ان شاء الله باذن الله. والارسال مع احمد صلاح بيلعب بالذراع الايسر استقبال محمد رضا اعداد ضرب ساحق استقبال مره ثانيه من احمد سعيد اعداد عبد الله هناك لمركز اربعه ولكن زي ما حضرتك قلت لوجي يعني مش طالع برضه مش واخد الخطوات الارتقاء ومش واخد الوزبه اللي هي تديله ان هو يضرب ضربه صحيحه قويه يا كابتن، فسهل البلوك على نادي الزمالك والنقطه نزلت في ارض 3-3 ولعب على الارسال رقم 22 من نادي الزمالك ارسال من اعلى لعبه بيركز ارسال قوي استقبال احمد سعيد عبد الله عبد السلام احمد صلاح خارج الملعب خارج الملعب معلش يمكن ده اول تقدم لنادي الزمالك في الشوط ده 4-3 اول تقدم لنادي الزمالك ان شاء الله نكسر الارسال باذن الله الحمد لله حتى الان احنا ناجحين في الاستقبال بشكل جيد على سيرفات او ارسالات نادي الزمالك بس محتاجين نخلص احسن ان شاء الله. الفينش بتاعنا ادي الست الوزير معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي والكابتن خالد العوضي بيشاهدوا المباراه من المقصوره الرئيسيه بصاله قناه السويس نادي هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، وادي لعبه على الارسال استقبال من جارسيا وادي محاوله مره ثانيه من برضه ايده مفتوحه في الزاويه يا كابتن في الضرب لوجي يعني هو عبد الله عبد السلام عايز يدخل لويجي في الماتش ولكن لويجي يعني لسه ما دخلش في الماتش واهو طالع تحس ان ايده زاويه الضرب جسمه مش معدول وجسمه مش معدول ما خدش الوضع صحيح. المثالي للاداء الضرب لسه ما دخلش في المباراه 5-3 يلا نفوق يا رجاله مش محتاجين نبعد عن السكور. محمد لعب على الارسال ارسال قوي نكسر الارسال يلا برافو برافو عبد الرحمن سعودي بيضرب من مركز ثلاثة سريع من عبد الله عبد السلام بالمقاس وبيجيب نقطة النقطة الرابعة كده يا دكتور أربع نقاط النادي الأهلي منهم نقطتين لعب سريع فده يدي لك مؤشر إن احنا محتاجين نكتر لعب السريع طبعا طبعا يا كابتن وده هو في الإعادة ضربة قوية وفي هو ضرب كمان في المنطقة الخلفية صحيح ولقاها خلفية عبد الرحمن خد طرف عينه ولعب وعبد الله طلعه من غير بلوك فكانت الدنيا سهلة ليه جدا على الارسال لوجي رقم 6 المحترف الايطالي في صفوف النادي الاهلي استقبال اعداد ضربه صحيحه ومحاوله ولكن كده بتيجي في ايد عبد الله وتبقى تاتش بلوك وتبقى نقطه لنادي الزمالك وينتقل الارسال 6 الزمالك 4 الاهلي. يلا يا رجاله محتاجين الاستقبال ونقطتين كده ورا بعض ولا حاجه ان شاء الله عشان نرجع تاني نركب المباراه زي الاول. بص حضرتك في هو طلع لوحده عملها تاتش بلوك عشان تنزل لان هو كانت مرفوعه له ومش كويسه. ارسال من نادي الزمالك استقبال الاهلي اعداد عبد الله عبد السلام عبد الله بيروح اينما توجد في الكره الثانيه حلوه في خطا لا الرفع حلوه والنادي الاهلي لعبه معموله حلو بشكل جيد النادي الاهلي 5-6 الزمالك وعلى الارسال رايح رقم 5 عبد الرحمن سعودي يلا رجاله محتاجين النقطه دي عشان نجيب التعادل طالع احمد سعيد وضارب وفي خطا طبعا من الحائط الثلاثي اللي طلع من الزمالك بس حطها صح يا كابتن هو لعبها لا احمد سعيد بسم الله ما شاء الله ربنا يحرسه لما بيطلع وبياخد الارتقاء الصحيح وبيلعب بيجيب نقطه يا كابتن يا ولد يا صلاح احمد صلاح بيدافع مره ثانيه احمد سعيد اهو طالع يلا يا عبد الله يلا يا احمد حلو برافو بلوك يا رجاله يلا نطلع بلوك بقى يا ولد يا ولد لسه بقول لك البلوك برافو برافو هي ما تخلصش غير بلوك بصراحه اللعبه اللي فاتت دي دولا ما شاء الله عليه يعني ربنا يحفظه يا رب حتى المباريات اللي فاتت لا مضلم الشبكه زي ما بيقول 6-6 وعبد الرحمن سعودي كلاكيت تاني مره على الارسال عبد الرحمن يلا عبد الرحمن هو بيسمع صافره الحكم الاول ناصر حمدي استقبال من نادي الزمالك
اعداد خلفي هناك في مركز اثنين وبيضرب رضا هيكل ودفاع قوي من النادي الاهلي. ترجع ملعب نادي الزمالك وبيطلع محمد احمد يوسف رقم 11 وبيلعب الكره. يعني كان في توفيق شويه نادي الزمالك ان الاستقبال راح لهم في نص ملعب نادي الزمالك بشكل جيد. كانت يعني لعبه مش بتتكرر كتير الحقيقه. ارسال مع نادي الزمالك وسبعه الزمالك ثلاثه على الارسال. اشرف اللقاني معد نادي الزمالك بيلعب ارسال قوي استقبال جارسيا استقبال مع احمد صلاح بيضرب يا ولد ودفاع من النادي الزمالك مره ثانيه حائط صد من محمد عادل وعبد الله عبد السلام في مركز اثنين مره ثانيه نقطه للاهلي نقطه للاهلي في تداخل من لاعبي الزمالك على فوق الشبكه كويس. بدأنا نخش سنة في المباراة يا دكتور. سبعة سبعة يعني حاسس لعيبة الأهلي بدأت تخش سنة في المباراة. بدأت الارتقاءاتنا تبقى أحسن مع الوقت إن شاء الله هنكون أفضل بإذن كتير بإذن الله. عبد الله عبد السلام على الإرسال الفتى الأسمر الذهبي. عبد الله بيلعب إرسال قوي طبعا إرسال يا ولد يا عبد الله ده إرسال يعني زي ما قلت لحضراتكم قوي وجاب نقطة مباشرة جاب إيس يا ولد عبد الله نقطة للنادي الاهلي وتقدم النادي الاهلي 8 حتى والكره لمست الشبكه ما فادتش كتير من قوتها لان الكره رايحه قويه. هي رايحه ارسال قوي يا كابتن هيثم ما شاء الله عليك يا عبد الله. بسم الله ما شاء الله. يلا يا عبد الله. عبد الله هيلعب ارسال كلاكيت تاني مره وارسال من اعلى وادي خارج الملعب. ما فيش مشكله خارج الملعب. الريسك في الارسال مهم خارج الملعب. هو الليبرو محمد رضا طلع عمل ايده كده ياخدها وسابها ان هي خارج الملعب. لازم نضغط بالارسالات حتى لو كان هنخسر ارسال او اثنين بس مهم جدا نضغط بالارسالات. احمد يوسف على الارسال رقم 11 قدامنا محمد عادل دول اهو على الشبكه وارسال استقبال من الكوبي جارسيا واحمد صلاح تغطيه رجاله على حائط الصد مهم جدا اختيار حائط الصد مهم جدا. معلش مش مشكله. النقطه التاسعه لنادي الزمالك تسعه الزمالك ثمانيه الاهلي. يلا يا رجاله ارسال مع نادي الزمالك. احمد يوسف بياخد نفس وبيلعب الارسال استقبال النادي الاهلي قوي اعداد يا ولد يا ولد من احمد سعيد من مركز اثنين من الاعداد الخلفي الجيد من عبد الله. سعيد حطها بالخبره يعني سعيد لقى البلوك قافل له الدنيا حطها في جنب البلوك في حته ثانيه. بص حطها بص ما حطهاش بقوه قد ما حطها بتوجيه. لا هو اهم حاجه في حائط الصد في الضرب الصاعق يا كابتن هيثم لازم التوجيه الاول صح وده اللي عمله سعيد وجاب دي نقطه والنتيجه 9 9 9 التعادل 9 9 احمد سعيد على الارسال رجعنا ثاني للوتيشن الاول قوي استقبال اعداد احمد يا ولد يا ولد يا دوله عادل يا ولد يا دوله عادل دوله دايما سنجل بلوك تحسه انه بلوك ثلاثي من قوه البلوك وان هو قافل الشبكه بايده. بص 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 يا دكتور طالع اهو في الاعاده اهو بسم الله ما شاء الله. وخلي بالك مهدي راكب الشبكه بس دوله طلع ضلم له الدنيا كلها ملهاش مكان غير كل الضربات الصح. يلا يا سعيد يلا يا احمد استقبال قوي اعداد خلفي اهو ولكن لعبوا امام المره دي ونقطه لنادي الزمالك تاتش لوك الحكم بلو تاتش بلوك ناصر حمدي اداها وكان المفروض هي في اعتراض من لاعبي الزمالك ولكن لما لقوا النقطه لصالحهم هم الاول شاور بس يعني هو كان في اعتراض بسيط من لعيبه النادي الاهلي بس يعني ماشي 10 10 محمد المهدي على الارسال رقم 6 رجع الروتيشن ابتدينا بالمهدي برضه وزي ما ابتدينا بسعيد اول سيرف في اول الشوط لازم نركز في سيرف المهدي يا جماعه لانه مهم جدا زي ما قلنا انه السيرف ما يقعدش كتير خاصه في قوي بتاع محمد مهدي محمد علي المهدي ده بيلعب ارسال قوي وبياخده بص بياخد نفس وبيلعب استقبال النادي الاهلي اعداد عبد الله وضربه ساحقه من لوجي ومحاوله تاني من حائط الصد الاهلاوي الزوجي احمد صلاح ومحمد عادل وادي احمد سعيد برافو احمد سعيد عادل لعبها كده هتعدي مره تانية يلا لوجي هات يلا لوجي صعبه بره في المدرجات ورا البنش النادي الزمالك مفيش مشكله محتاجين نركز يا جماعه دخلنا في النص الثاني من الشوط محتاجين نركز لانه الحقيقه احنا عايزين نوصل نقطه يعني من 20 نبقى فارقين بنقطتين ثلاثه تريحنا ونستوعب اي اخطاء ممكن تحصل من فرقتنا او من عدم توفيق وده القمه رقم 5 يا كابتن في هذا الموسم للنادي الاهلي والزمالك والاهلي فاز في المباريات الاربعه الاولانيين كان منهم اثنين في الدوري واحده في السوبر كاس السوبر بالترتيب
ادي ارسال محمد مهدي خارج لا جوه الملعب حكم الخط. النقطه دي نقطه للزمالك عدم تقدير قال لك هتطلع جوه قوية زي ما حضرتك بتقول ارسال محمد بهدي بيبقى قوي هو جه في نقطه ما بين لويجي وما بين جارسيا يعني جارسيا فدخلت نقطه مباشره 12 الزمالك 10 الاهلي وتايم اوت طبعا محمد مصلحي ميدو اكيد يعني كابتن مصلحي عشان يركز عشان يشوف ايه قصر الارسال ده هيتم ازاي ويمتص حماس لعيب الزمالك ويخفف العبء شويه عن لعيب الاهلي في فرق النقاط. مهم جدا يا كابتن يعني انا شايف يعني الاخطاء حتى الان اللي عندنا يمكن هي اكتر شويه تدركها ان شاء الله يعني, يعني هي اخطاء مش متكرره احنا بس احنا احسن احنا افضل احنا فايزين اربع ماتشات قبل كده امام الزمالك مباراه القمه بس خلي بالك يا دكتور مباراه النهارده ببطوله الاربعه اللي فاتوا طبعا كانوا يعني مباراه مهمه مباراه قمه واحنا نادي الاهلي ما بيعرفش ابدا يلعب غير للمكسب ولكن في مباريات بتبقى على بطوله زي مباراه النهارده دي اول مره في التاريخ بطوله كاس السوبر دي هتتكتب طبعا والسيدات كسبوها سيدات النادي الاهلي السنه دي كسبوها فيعني فريق السيدات بتاعنا دايما متوج ببطولات العربيه والافريقيه والمصريه والمحليه كل حاجه صحيح استقبال لوجي اعداد عبد الله وضربه صحيحه لاحمد صلاح وخارج الملعب وتاتش بلوك ونقطه للنادي الاهلي صلاح ضرب البلوك عشان الكره تطلع بره يعني صلاح لعيب طالع خبره لا البلوك عالي جدا ما عرفش يعدي منه فلخبطها في البلوك تطلع بره حتى صلاح للكره لما طلعت بره ما بصش عليها لانه كان عارف هو عارف راح بره عارف هو حاططها فين حفظ الله اكبر عليك يا صلاح محمد عادل دول على الارسال ولد ارسال من اعلى استقبال نادي الزمالك بلوك يا رجاله بلوك يا رجاله اشرف يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد نتيجه فيد محمد رضا ونقطه للنادي الاهلي ونقطه التعادل بلوك احمد صلاح حديدي بلوك حديدي من صلاح وسعودي بلوك حديدي يعني لو مين مش هيعدي منه بالتوفيق دايما للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي للكره الطايره محمد عادل على الارسال رقم 10 ارسال من اعلى بلوك يا رجاله استقبال وادي محاوله من رضا هيكل ودفاع من النادي الاهلي لكن خارج مجال العبور وتبقى نقطه لنادي الزمالك. هاسل في روح على الكوره مفيش مشكله حتى لو ما قدرناش نجيبها ولكن في روح وكله بيقاتل انه يلحق الكوره لازم نركز يا جماعه ان شاء الله في الاستقبال اللي جاي ده مهم جدا. اكيد اكيد جميل رضا هيكل على الارسال رضا هيكل رقم 17 بيلعب ارسال قوي برضه بنحاول نكسر الارسال اهو استعداد عبد الله هناك خلف خارج الملعب خارج الملعب نفس صلاح قال لك بص ضاربها في البلوك هو ضاربها في البلوك لو صعب ايوه لا صلاح ما شاء الله الله اكبر عليه نقطة التعادل حتى هو بص شاور بص بيشاور هو عارف هو بيعمل ايه ارسال محمد صلاح ارسال بيجي في معلش. الشبكه ده ثالث ارسال نخسره بالشوط ده الشبكه يا كابتن نقلل اخطائنا يا جماعه لان واضح ان احنا قللنا اخطائنا الثلاث سيرفات دول كنا زماننا دلوقتي 16 14 بس مهم جدا ان احنا نضغط بالارسال بس نقلل اخطائنا لعب على الارسال رقم 22 نادي الزمالك ان شاء الله الاهلي يستعد للاشتراك في البطوله العربيه باذن الله من يوم السبت اللي جاي وكل التوفيق للاعبي النادي الاهلي يلا ضربة ساحقة ومحاولة من محمد رضا البلوك البلوك رضا اوت سايد خاطئ دبل دبل كرة دبل حتى احمد صلاح بيوجه 14 14 هو التعادل ولوجي سيلفا توري المحترف الايطالي على الارسال رقم 6 هيلعب ارسال من عايزين نقطتين ورا بعض يلا يا رجاله يلا يا ارسال من اعلى مع الوزن استقبال نادي الزمالك محمد رضا اعداد الاني يلا عبد الله ومحاوله كده لحق الصد الاهلاوي وجارسيا بيلعب الكره بصوابع ولكن بيعديها عبد الله عبد السلام طبعا سريع يا ولد لحق صد من عبد الله ومن عبد الرحمن سعودي ومحاوله مره ثانيه بلوك ثلاثي ثلاثي نقطه للنادي الاهلي عبد الرحمن سعودي احمد سعيد ايوه حلوه حلوه يا كابتن اللعبه الحلوه حتى طبعًا كابتن محمد مصلحي بيدو عجبته أيوة. الاحلى من اللعبه دي يا جماعه لو بنعيدها سعودي طلع على السريع سعودي لا لا دي الضربه العاديه بتاعت هيكل بالبلوك قبليها سعودي طلع سنجل بلوك على ضرب سريع ارى ان في لعب سريع فطلع بدري خد البلوك اللي كانت قبل دي على طول بص اللعبه الحلوه حتى المدير الفني نفسه يعني حلوه حلوه طلع نقطه طلع بلوك رافع 15 النادي الاهلي 14 والوقت طيب اوت على طول يا كابتن احمد عاشور اللي بيدير اللقاء
بعد اعتذار او استقاله الكابتن شريف الشمالي بعد الخساره اللي كانت قدام النادي الاهلي بصاله. انا شايف يا كابتن في المدرجات كابتن طارق غنام نجم النادي الاهلي طبعا في كره السله في المدرجات بيحضر المباراه ويعني هو مدير اداري طبعا الفريق الاول حاضر المباراه هنا هنا النادي الاهلي كله بيدعم كله كله واقف ورا كل الفرق الحقيقه خاصه المباراه دي مباراه مهمه جدا ومحتاجين بقى يا كابتن النقطه اللي جايه. انا كان نفسي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ياخد بتوجيه سنتر ولا حاجه كان يروح ما خلي بالك كابتن في قايمه بتروح باسامي اللاعبين عادي موجود قطاع الناشئين اتحاد الطايره لا اتحاد الطايره كابتن مدير رولز والنادي الاهلي دايما بيلتزم. هنعرم الجون ده ارسال وحش من رابع ارسال لوجي لوجي لا لوجي لوجي لازم نعمل شويه انا متهيألي لو كابتن صبحي عمل تغييره يعني احنا محتاجين نركز اربع سيرفات في الشبكه في او ارسالات في الشبكه في شوط واحد انا اتصور ده كتير شويه صعب محتاجين نركز ومع ذلك احنا متعادلين الاستقبال ده مهم جدا 15 ارسال النادي الاهلي استقبال اهو جارسيا عداد عبد الله هناك في مركز اربعه واحمد صلاح لا لا لا, لا. لازم نغطي يا جماعه هو يمكن سعيد بيعاتب نفسه كده شويه ولا حاجه بس احنا محتاجين التغطيه ورا البلوك كده وسعيد طلع وضرب بس غصب عنه المفروض كان في تغطيه على الضارب يا كابتن هيثم هو يعني طالع هو طالع وضارب هو كان المفروض في تغطيه هي جت في نقطه صعبه شويه يعني معلش ده وارد بس المهم ان احنا نركز اللي في ايدينا طبعًا. اللي في ايدينا ما نسيبوش يلا 16 الزمالك 15 الاهلي مع الارسال استقبال جارسيا اعداد عبد الله واحمد صلاح يا ولد يا ولد يا صلاح حلوه 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 بصراحه يعني كده كوره ملعوبه بالمقاس انا شايف ان صلاح الشوط ده هو هداف الفريق يعني بالعين المجرده كده هو الله اكبر هو هداف الفريق والضارب الاساسي النهارده في الشوط ده كمل يا صلاح على كده ان شاء الله لو كمل كده هيبقى قوه ضربه لينا طبعا الكابتن عبد الله عبد السلام هو كابتن الفريق وبيوجه لعيبته طبعا وكان بيقول لاحمد سعيد دلوقتي يعني تطلع وتضرب وتعمل فهو طبعا كابتن الفريق اكيد بيوجهه توجيه عبد الرحمن سعودي على الارسال رقم خمسه يا 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 خامس ارسال في الشبكه محتاجين نركز يا جماعه كتير جدا ارسالاتنا في الشبكه طب ابسط يعني اضعف الايمان نعدي الكره نعدي الكره من الشبكه معلش يعني ايزي حتى انا مش هلعبه عالي ولا هلعبه وارد جدا يحصل كده وما نبقاش متوفقين بس المهم ان احنا نقاتل ايه في لاني على الارسال بيلعب ارسال استقبال من احمد سعيد اعداد خلفي احمد صلاح لعبها بليزر الجمال ده فوق حائط الصد ايه الجمال ده يا صلاح الله اكبر عليك يا ابني يا خبره الله اكبر عليك يا صلاح يا خبره ايه الجمال ده لمح ورا البلوك ما فيش تغطيه حطها لهم حتى حطها صعبه يعني بص يا كابتن بص وطلعته أوه وطلعته أوه 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 لا, 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 لا 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 حلوه 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 لانه حتى هو طالع بينط كل الناس قالت لك هيضرب ريست ايده ريح الكوره الله اكبر عليك يا صلاح دي الخبره يا كابتن سيرفين بس يعدوا بشكل جيد 17 الاهلي والزمالك قمه نهائي كاس السوبر المصري الاول في تاريخ الكره الطايره وعبد الله عبد السلام بيلعب ارسال من اعلى استقبال النادي الزمالك يا ولد ايوه كده حائط صد أيوة قوي يلا احنا نخلي بالنا حائط الصد اللي جاي يلا ايوه تغطيه كده جميله على حائط الصد وادي وادي احمد سعيد معلش معلش 18 الزمالك 17 الاهلي يلا يا رجاله معلش ماشيين نقطه نقطه يا كابتن هيثم الاعصاب بصراحه احنا ممكن يعني نريح نفسنا خالص لو ركزنا في السيرفات بس ما فيش ازمه ما فيش مشكله اكيد اللعيبه هتتدارك كل الاخطاء دي باذن الله الارسال احمد يوسف نادي الزمالك ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي واعداد لعب سريع وسريع بره الملعب محمد عادل وخارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي نقطه التعادل 18 18 ثالث نقطه لعب سريع في الشوط ده برده كويس كويس محتاجين نكتر منه يعني هو اكيد بص اللعب السريع ده لازم يكون في كل الماتشات بالذات الاهلي والزمالك احمد سعيد على الارسال بيلعب ارسال قوي استقبال بلوك رجاله الله كويس عبد الله بصراحه عامل شغل حلو في الدفاع عديها بس ماشي بلوك بقى خد بلوك اعداد مره ثانيه هناك وحائط صد يا ولد بيدافع عن الملعب عبد الله تاني يلا صلاح صلاح يا ولد يا ولد يا صلاح يا ولد ايوه الاهلي ونقطه شجع نفسه بيشجع نفسه كره مهمه كره مهمه 19 النادي الاهلي ودي كره مهمه شوف عبد الله بيقول له ايه تاني عبد الله بيقول له تاني تاني هاي السيرف يا كابتن السيرف بيشاور على السيرف يقول له تاني حلوه طالع 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 وضارب بس الاستقبال من جارس يا حدود يلا يا رجاله يلا يا رجاله مره ثانيه اهو مره ثانيه ولكن دي بقى لعبها في الحته الفاضيه ماشي محتاجين الاستقبال 19 19
مش قادرين ناخد احنا نقطتين ثلاثه واربعه، يعني انا بتهيألي من اول الشوط ما خدناش ثلاث نقط وبعدها خدنا نقطتين لكن ما خدناش ثلاث، يعني ان شاء الله هناخد ان شاء الله. المهم الكره الجايه دي 20 والنقطه دي تبقى بتاعتنا باذن الله. يلا يا رجاله، الارسال مع النادي الزمالك 19-19 محمد المهدي. يلا يا محمد، استقبال النادي الاهلي، ضيع الارسال ونقطه، توقيت مهم الحقيقه، طبعا توقيت مهم طبعا، متشكرين يا بهدي، نقطه حلوه، احنا متشكرين لك جدا على الحقيقه، نقطه حلوه يعني في نقطه ال20، وكمان خلي بالك كابتن احنا خمس سيرفات في الشبكه يعني يعني كتير يعني، فهي الفكره. يلا يا دوله، يعني ان شاء الله قوي كده بسم الله ما شاء الله. يلا يا دوله، محمد عادل على الارسال، يا ولد يا دوله قوي فعلا ولد. يلا بلوك يا شباب، بلوك يا شباب، ايوه ايه ده، ايه يا سعودي ده، احمد صلاح وسعودي، ايه يا سعودي ده، الاثنين عاملين ثنائي بسم الله ما شاء الله. يلا نقطه 21 فرقنا نقطتين يا كابتن، يا رب عايزين الثالثه. بص يا كابتن احنا ما فرقنا، احنا ما جبناش ثلاث نقط نقاط ورا بعض الشوط، لا لا محتاجين دي بقى كده يعني. يلا يا دوله، السيرف بتاعك الحلو الجميل، يلا يا دوله. بص بص بص، عبد الله بيضرب دوله بيقول له يلا يعني السيرف مهم مهم. تايم اوت يا كابتن، تايم اوت، تايم اوت اكيد طبعا للكابتن احمد عاشور المدرب العام اللي بيقوم بدور الفني، وادي كابتن خالد العوضي، حوار جانبي كده مع كابتن خالد العوضي، حوار اكيد دي اكيد بمستقبل الرياضه في النادي الاهلي وحواديت كده في المقصوره، مهمه جدا النقطه دي، وعشان كده الطلب تايم اوت في نادي الزمالك، لان النقطه دي مهمه جدا، النقطه دي تخليك تستوعب اي غلطه ممكن تحصل بعد كده، لما تفرق ثلاث نقاط هتبقى مرتاحه نفسيا شويه في الامتار الاخيره في الشوط. محمد كابتن محمد مين بيسال على حاجه، بيسال على حاجه، بيسال على حاجه، على الوقت مستقطف او على التغييرات، البلوكر رجاله بسم الله. يا ولد يا ولد، ايه ده ايه ده يا ابني، شوف اللعبه يا الحلوه يا كابتن، حتى كابتن محمد لما بينفعل بتلاقيهم منفعل، 22-19 وتقدم فارق ثلاث نقاط الواد، يعني ما شاء الله عليه، ارى اللعب السريع، هي دي يا كابتن، هي دي الفكره، ارى اللعب السريع، طلع قفل الشبكه بدري، لو طلع متاخر كان الملعب اتكشف يا ولد. محمد عادل دول على الارسال رقم 10 النادي الاهلي، استقبال واعداد وتقدم النادي بره خارج الملعب، ايوه خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، والنقطه 23. لعيبه الاهلي بتقول لي معلش يا كابتن، ادي اربع نقط ورا بعض اهو، انت بتقول نقطتين، طب احنا جبنا لك اربعه، اربع نقط، يلا طب عايز خمسه وسته بقى يا كابتن، ما هو خمسه وسته هنخلص نخلص، ايوه يا كابتن صح كده، خارج الملعب اهي، وحتى المراقب مرافع رايته، ومحمد عادل دولك، يلا يا دوله رابع مره، يلا يا دوله، يلا يا دوله، استقبال البلوك وحائط صد، ايوه جميل، تاني ونقطة، نقطة تاتش نت، تاتش نت على لاعبي نادي الزمالك، والنقطة 24 ونقطة، وينتهي الجيم الأول لصالح النادي الأهلي. ركزنا ثلاث دقايق بس، سيرف مظبوط، بيعدي كويس، بلوكات بتاعتنا، تسلم ايدك يا محمد عادل، تسلم ايدك يا محمد عادل، خلاص بتسهل الدنيا عليك، انما يعني واستوعبنا خمس سيرفات في الشبكة، الله اكبر، والجملة اللي بتتعمل من الاستقبال والإعداد والضرب الصح يا كابتن طبعا لازم تكون قوية، معلش 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 معلش، ما فيش حتى سعيد بيقول له ما ولا يهمك، لا كتر خيره، خمس نقاط ورا بعض 20، ايوه طبعا هو عايز يغير، مش هقول لحد، انا بقول لحضرتك الزمالك هو اللي بيغير، نزل رقم 14، انا شفت كابتن ميدو بيغير، الزمالك رقم 14 اهو، سيف حسن عامر الحسيني، الحسيني هينزل اعتقد، هيجيب مين سعيد ولا هيجيب مين، هنشوف بس الصوره تيجي، بس انا شفت كابتن محمد صالح ميدو بينادي حد، وعلى فكره سعودي بينزل في التوقيتات دي بيسد كويس قوي ما شاء الله عليه، حسيني الحسين، انا اسف انا اسف، حسين سعودي في الملعب، لا حسين، حسين بينزل بيسد في الاوقات، في الاوقات دي ارسال قوي، وادي محاوله تاني، ولا هو يا ولد لسه لسه تاني يا ولد، خلاص شكرا شكرا، شفت مين اللي خد الاستقبال اللي فات ده يا كابتن، مين اللي خد الاستقبال، الحسين الحسين خد استقبال، نزل قال لي كابتن مصالح انا نازل اهو هخلص الجيم، يلا الف مبروك الشوط الاولاني عقبال المباراه، الشوط الاول 5، بص يا كابتن بص الحسين استقبال بيقول لعبد الله الكره جايه لك يا متصلحه، عبد الله ما كذبش خبر، لعبها في مركز اربعه حتى للوجي، ولوجي لعبها قويه كده، ولعبها تاني مره ثانيه، حطها في البلوك، حطها في البلوك، وجت نقطه للنادي الاهلي، نقطه 25 20 للنادي الاهلي، والشوط الاول، وهيكون راحه ما بين الشوطين مع حضراتكم في الشوط الثاني من القمة السوبر المصري بين قطبي الكرة الطايرة الأهلي والزمالك في صالة هيئة قناة السويس بنادي قناة السويس،
بالاسماعيليه ونادي الزمالك على ايدك اليمين ونادي الاهلي على ايدك الشمال، والاهلي متقدم 25-20 الشوط الاول، وشفنا رغم الارسالات اللي ضاعت من النادي الاهلي ولكن الاهلي تفوق في اعاده ترتيب الصفوف بعد النقطة 19 وقدر انه يتقدم وياخد 25-20، وطبعا بفضل طبعا الضربات القوية من احمد صلاح وحوائط الصد من محمد عادل دولة ومن عبد الرحمن سعودي، وطبعا الاعداد الجيد من عبد الله عبد السلام كابتن الفريق، وادي امامنا جارسيا رقم 11 ليبرو الفريق، وادي عبد الرحمن السعودي رقم 5. ده تشكيل اعتقد نفس التشكيل يا كابتن هيثم، نفس التشكيل بالظبط في الشوط الثاني هو بيلعب بيه كابتن محمد مصلحي ميدو. نعم. بيراجع معاه بيراجع التشكيل اهو دكتور محمد منير الحكم الثاني حكم اللقاء عشان يراجع وعشان الليبرو ينزل ياخد اللعيبه والدورانات، وخرج اعتقد عبد الرحمن. الارسال الاول هيكون مع نادي الزمالك، مع نادي الزمالك احمد يوسف على الارسال. مهم جدا نركز عشان نسهل الدنيا علينا من اول الشوط. طبعا يعني التركيز مهم جدا، نفرق نقطه واثنين وثلاثه واربعه، ايه المشكله؟ نمشي محافظين على فرق عشان نبقى اعصابنا كلها هاديه طول الشوط ان شاء الله. وادي احمد يوسف على الارسال، بيلعب ارسال من اعلى استقبال وحش كده وتخرج خارج الملعب، والنقطة لنادي الزمالك. واحد الزمالك الأهلي ماشي. الشوط الثاني أمام حضراتكم مباراة القمة في السوبر المصري الأول في تاريخ الكرة الطايرة اللي استحدثه مجلس إدارة اتحاد الكرة الطايرة برئاسة المهندس ياسر قمر. بطولة جديدة وخارج الملعب من نادي الزمالك، ونقطة التعادل الأهلي 1 الزمالك 1، والارسال مع انتقل الى النادي الاهلي. نبتدي من دولة محمد عادل دولة على الارسال، فنشنا الدولة وابتدينا بيه يا رب. ارسال من اعلى كده تكتيكي خلف الشبكه و يا ولد وحائط صد جيد ولا احسن ولا اروع من لوجي وعبد الرحمن سعودي من مركز اربعه وبيجيب نقطه تقدم. سعودي ودولة حتى الان بشكل كبير ناجحين كسنتر بلوك يضلموا الشبكه بامانه. طبعا اكيد الارسال مع محمد عادل دولة. يلا هات لنا كده خمس ست كرات كده يا دولة، خمس نقط ست نقط ورا بعض كده. ارسال واعداد ومحاوله من نادي الاهلي اهو عبد الله وحائط صد ورجعت مره ثانيه، ولكن في دبل او كره دبل من احمد صلاح لمس الكره مرتين حسبت عليه خطا. وادي التعادل يمكن الكره عدت لنا سهله بس احنا ما استغنيناهاش بشكل جيد، يعني هي كانت جت سريعه يا كابتن فما لحقش احمد صلاح يلعبها. على الارسال رقم 15 من نادي الزمالك محمد مجدي. يلا يا رجاله الارسال، اللعيب الاهلي منتظرين وعبد الله بيشاور لزمايله خطه متبعه او موضوعه من مصلحي ميديا محمد مصلحي مدير الفني للنادي الاهلي. ودي هو ارسال طالع وبيعد وبيضرب حلو حلو. يلا كملوا يا رجاله، ونقطه نقطه للاهلي، خطا من نادي الزمالك طبعا. الكرة زي ما يكون لمسها أكثر من مرة ووقع طبعا محمد أعتقد رضا هيكل اللي وقع. كل ما هنضغط يا كابتن، كل ما هنبقى ضاغطين ومركزين، كل ما الدنيا هتبقى أسهل. أكيد طبعا. يعني لو فقدنا تركيزنا دقيقة 2 3 الدنيا بتصعب، والإرسال مع صلاح إن شاء الله نكمل. أحمد صلاح. إرسال من أعلى بذراع الأيسر ونقطة. يا ولد. نقطة. يا ولد. نقطة نقطة يا ولد نقطة. بصراحة. جميلة وكرة جميلة وأداء كويس. حط الارسال قوي حتى لو لمس الشبكه بتعدي. اربعه النادي الاهلي اثنين نادي الزمالك دبل سكور اهو امام حضراتكم، جت في الشبكه وخدعت لعيب الزمالك ونزلت في الحته الفاضيه في منطقه الاماميه لنادي الزمالك. يلا يا رجاله نكمل. احمد صلاح على الارسال اربعه اثنين. يلا يا ابو حميد يلعب بذراعه الايسر، ارسال قوي فعلا محمد رضا وقع حتى وهو بيستقبل، ودي محاوله مره ثانيه وحاط الصب محمد رضا ثاني مرة أخرى لاعبي نادي الأهلي ورق بلوك صد يا. كان هياخدها كان هياخدها معلش معلش كان في يعني عبد الله وأحمد صلاح الاثنين ميس كوميونيكيشن حصل ما بين عبد الله وأحمد سعيد عدم بس سعيد كان على رجله وكان جاهز ياخدها عادي مفيش مشكلة نركز احنا لسه في بداية الشوط نقدر يعني نعوض. إرسال نادي الزمالك إرسال مع نادي الزمالك رضا هيكل على الإرسال رقم 17 يلعب إرسال من أعلى استقبال
من النادي الاهلي عبد الله بيرفع و يا ولد يا صلاح. حلو حلو ضربه ساحقه بالذراع الايسر من مركز اتنين جت في ايد حائط الصد وتخرج خبطها في البلوك في طرف البلوك عشان ترد بره الملعب. نقطه للنادي الاهلي والنقطه خمسه. الله اكبر. ثلاثه الزمالك. بص خبطها في ايد الايد الخارجيه اللعبه عشان تخرج بره تبقى قريبه يا ولد خارج على طول. يا ولد صلاح لعبه خبرات واللعبه الحلوه حتى بتلاقي الناس تنفعل معاها. الارسال معلوجي استقبال رضا اعداد هيكل و يا ولد يا ولد يا عبد الله يا ولد يا سعود من عبد الرحمن سعودي كده فردي وكان معاه طالع عبد الله بس عبد الله كان بعيد عنه بخطوه ولكن قدر ان هو يرد الكره الملعب نادي الزمالك اهو طالع طالعين مع بعض الاثنين وسعودي لعب الكره خلى لعيبه الزمالك ما عرفوش يتصرفوا. بص يندر يندر بيقول له ايوه ولا كره تعدي يندر مش هيقول له ولا كره تعدي. سته النادي الاهلي ثلاثة الزمالك دبل سكور تايم اوت للزمالك. تايم اوت طبعا احمد اكيد الكابتن احمد عاشور طلب وقت مستقطع وتايم اوت عشان يراجع حساباته ويراجع ويمتص حماس لاعبي النادي الاهلي. يمكن احنا فرقنا الفرق ثلاث نقاط ده في الشوط الاول في الاخر. في الاول ما فرقناش كده فده برضو يعني جود ستارت في الشوط ده طبعا واتصور ان شاء الله ده هيبقى ليه مردود كويس. ده اكيد من الارسال الكويس يا كابتن صحيح هيثم وحوط الصد وبرضو التغطيه واستقبال الكره الاولى دايما بيجيب لي نقطه مباشره. يلا لويجي لوجي على الارسال استقبال من النادي الزمالك اعداد ومحاوله من صح لمست الارض لمست الارض يا كابتن لمست الارض جت في الارض ايوه الاستقبال ده يعني سيبناها تلعب بس هي لمست الارض والحكم تاكد من الحكم الثاني وصفر حسابها. بص 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 اهي لمست الارض. لا هو في خطا يا كابتن في الاعداد خطا في الاعداد في الاعداد لا ما لمستش الارض فعلا احنا لما الكاميرا قربت شفناها لا. في الاعداد بتاع اللاعب جت خطا كره محمود. سبعه النادي الاهلي ثلاثه الزمالك ولوجي على الارسال ارسال قوي واستقبال مره ثانيه ومحاوله كده سريعه دخل جوه الملعب عدى الملعب بالرغم انها كانت صعبه علينا يعني هو لولا دخول الملعب عندنا كانت اللعبه هتبقى صعبه لان هي نزلت ورا الشبكه بالظبط. نقطه للنادي الاهلي ثمانيه الاهلي ثلاثه. بص بص يا كابتن بص هي عدت هو هي عدى وعبد الله وقف من عبد الله لكن هو عدى من تحت ما قدرش يتوازن او ينزل بالتوازن لا نزل وعدى الشبكه من تحت تعتبر نقطه للنادي الاهلي. يلا لويجي ما زال على الارسال لوجي سيلفا توري المحترف الايطالي رقم سته وفارق خمس نقاط للنادي الاهلي في تغيير تغييرين للنادي الزمالك رضا هيكل خارج نزل 14 سيف حسن عابد ونزل اقول لحضرتك هو بس الكاميرا مش جايه. نادي الزمالك كان شايف انه لازم تغييرات لان السكور فتح لخمس نقاط للنادي الاهلي ولويجي على الارسال. ارسال من لويجي واستقبال واعداد محاوله من رقم 13 اهو النادي الزمالك يا ولد. ومحاوله من نادي الزمالك مره ثانيه الكره سجال ما بين الفريقين. يلا سعيد ارض الملعب واحمد سعيد طالع يا ولد يا ولد مركز اربعه يا ولد متخصص الضربات الصاعقه احمد سعيد دلوقتي في ارتباك شويه في خطوط نادي الزمالك محتاجين نستغل ست نقاط دلوقتي فارق وفي ارتباك في ارتباك وغير تغييرين احمد عاشور محتاجين نستغل ده ونفرق نسهل النهارده ست نقاط نزود مفيش مشكله خالص بنريح نفسنا اكيد وهقول لويجي معانا اهو على الارسال سيلفر توري على الاستاد المحترف الايطالي رقم سته ارساله بقى قوي خد ثقة وبدأ ما يهموش يا مسهل يا رب بره معلش خارج الملعب قوة زيادة خلي بالك خلي بالك كابتن هو لعب بتاع خمس ارسالات ورا ايوه انا بقول لحضرتك مفيش مشكلة خد ثقة زي ما حضرتك قلت بس هو الارسال اتلعب قوي شوية هنحس انه اتردد شوية يلعبوا اقوى ولا قوي ولا ضعيف طلع في الاخر بره الملعب. نادي الزمالك اربعة لعبة الاهلي تسعة الشوط الثاني مباراة القمة بين الفريقين في قمة السوبر المصري الاول في تاريخ الكرة الطايرة بصالة هيئة قناة السويس ونقطة للنادي الأهلي يا ولد من مركز ثلاثة والنقطة العشرة يتقدم النادي الأهلي عشرة أربعة أهو طالع سعودي أهو ضارب سريع عبد الله عمل له إرسال عمل له إعداد ولا أحسن ولا أروع من كده يا كابتن. النقطة العشرة عشرة النادي الأهلي الزمالك أربعة سعودي على الإرسال عبد الرحمن سعودي بيلعب إرسال من أعلى وبتيجي في الشبكة معلش نقطة الخمسة نادي الزمالك خمسة الزمالك الأهلي أربعة الأهلي عشرة
ودبل سكور على الارسال محمد المهدي. نكسر الارسال ده يا شباب. محمد المهدي على الارسال. عبد الله وبيدي تعليماته للاعب الفريق بصفه كابتن الفريق وادامهم. ارسال من اعلى استقبال عبد الله هناك. ضرب من احمد صلاح ومحاوله ولكن خطا كده ونقطه لنادي الزمالك. مش مهم النقطه يا رجاله نلعب احسن. ضربه ساحقه مره اهي امام حضراتكم في الاعاده. احمد صلاح ومحاوله لانقاذ الكره. محمد عادل ما لحقش الكره والنقطه رقم 6. ارسال مع الزمالك. محمد المهدي بيجي في الشبكه. نكسر الارسال وارسال اتكسر ونقطه للنادي الاهلي. النقطه 11 الاهلي 11 6 الزمالك. عبد الله عبد السلام الفتى الاسمر على الارسال. عبد الله رقم 2 كابتن فريق النادي الاهلي. استقبال اعداد ومحاوله من النادي الزمالك وضربه ساحقه والنقطه 7. الفارق قل الى 4 نقاط، كنا 6-5 نقاط، ولكن لازم نركز ونغطي على الضارب وعلى حائط الصد وعلى نستقبل كويس. 14 سيف حسن عابد على الارسال من نادي الزمالك. ارسال من اعلى استقبال عداد عبد الله هناك كده بيلعب دوله كده كره فنيه خلف الشبكه خارج الملعب، ولكن في تاتش بلوك من لاعب النادي الاهلي والنقطه الثامنه. الفارق وصل الى 3 نقاط. لازم نخلي بالنا من الارسالات. هو في الكره اللي فاتت دي فيها شك بسيط على تاتش بلوك على ان المراقب اهو المراقب رفع الكره انها بره والحكم اداها تاتش بلوك. اهي في الاعاده مره ثانيه اهي امام حضراتكم طالع احمد يوسف وحاط الصد الاهلاوي اهو. حسبها لنادي الزمالك واستقبال جارسيا اعداد عبد الله عبد السلام وكده بيلعب الكوره احمد سعيد. استقبال من نادي الزمالك ومحاوله جارسيا ليبرو النادي الاهلي وضربه ساحقه من محمد عادل دوله خارج الملعب وتاتش ونقطه للنادي الاهلي والتقدم للنادي الاهلي 12-8 فارق 4 نقاط. لازم نركز عشان نزود الفارق عشان نفوز بهذا الشوط. احمد سعيد على الارسال. مستني صافره الحكم الاول ناصر حمدي. احمد سعيد شفيق رقم 18 بيلعب ارسال قوي. استقبال ونقطه للنادي الاهلي النقطه 13. برافو كده 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 زودنا الفارق لخمس نقاط وارسال احمد ان شاء الله المره الجايه كمان يبقى هنزود الفارق وهنحاول يبقى في احداث لارباك لدفاعات نادي الزمالك. احمد سعيد على الارسال مره ثانيه اهو بيحفز نفسه بيشجع نفسه. احمد سعيد يلعب ارسال من اعلى. ارسال من اعلى مع الوزب ارسال قوي جدا ومحاولة تانية من محمد عادل والنقطة رقم 13. النقطة رقم 14 للنادي الاهلي. ضربة ساحقة قوية لا ترد من محمد عادل اهو امام حضراتكم في الاعادة اهو طالع وضارب الكورة كده وتيجي في ارض نادي الزمالك ونقطه للنادي الاهلي النقطه 14 ووصلنا لست نقاط مره ثانيه الفارق ما بين الاهلي لصالح الاهلي. احمد سعيد على الارسال ارسال قوي خارج الملعب يا احمد لازم نعدي الارسال حتى يا احمد معلش تتعوض. 9 الزمالك 14 النادي الاهلي. الزمالك على الارسال كابتن محمد مصلحي اكيد عايز يعمل تغيير او تعليمات الكابتن عبد الله عبد السلام طبعا كابتن الفريق اهو لزمايله خارج الملعب محدش احسن من حد. كوره هنا ارسال ضايع هنا وارسال ضايع هنا ونقطه للنادي الاهلي والتقدم للاهلي 15-9 رجعنا 6 نقاط تاني. عايزين نثبت على الست نقاط دول عشان نفوز بهذا الشوط يبقى الشوط التاني يبقى دفعه معنويه للشوط الثالث ان شاء الله ونفوز بالمباراه. محمد عادل على الارسال استقبال نادي الزمالك اعداد ومحاوله من لعبه وكره خطا من لاعبي نادي الزمالك
دبل سكور او لا دبل يعني ايه الكره في خطا زوجي على لاعب، والنقطه رقم 16 ويتقدم النادي الاهلي 16-9. وبيطلب احمد عاشور المدير الفني نادي الزمالك وقت مستقطع للفني الخاص بيه عشان طبعا يراجع اخطاء نادي الزمالك ويمتص حماس لاعبي النادي الاهلي، والفارق 7 نقاط لصالح النادي الاهلي. امام حضراتكم اهوما ادي فريق النادي الاهلي، كابتن ميدو محمد مصلحي ومعاونيه تامر تايجر ومحمود جمعه والجهاز الفني بالكامل، تنسيق وتعاون للخروج بالفوز بهذا الكاس، وتضاف الى صندوق او الى دولاب نادي الاهلي في البطولات. محمد عادل على الارسال، ارسال من اعلى محمد عادل دولا، استقبال الزمالك، اعداد خلفي ومحاوله من لعبه وحائط صد، ولكن التغطيه على حائط الصد يا جماعه من اللي طلع فيها احمد صلاح وطلع فيها عبد الرحمن سعودي، معلش المره دي تعدي ونحاول اهي ادي حائط الصد، كان يا اما كان عبد الله يقدم خطوه ويلعب او عادل محمد عادل دولا. 10 نادي الزمالك 16 نادي الاهلي، فارق 6 نقاط لصالح النادي الاهلي. 15 على الارسال من نادي الزمالك محمد مجدي، وبيجي في الشبكه ونقطه لنادي الاهلي، النقطه 17 ويتقدم الاهلي 17-10 والفارق 7 نقاط. احمد صلاح على الارسال، هيعمل تغيير الكابتن ميدو اهو، بيندل حد من الاحتياط، احمد صلاح على الارسال، استقبال نادي الزمالك، اعداد هناك خلفي ولكن حاط الصد من لوجي، وادي مره ثانيه بيلعب عبد الرحمن سعودي ضرب سريع من مركز 3 وبيجيب النقطه 18 ويتقدم النادي الاهلي. اهو احمد طالع عبد الرحمن سعودي وبتيجي في ملعب نادي الزمالك وتبقى نقطه للنادي الاهلي 18-10، 8 نقاط فارق لصالح النادي الاهلي. في تغيير انا قلت لحضراتكم، عبد الله عبد السلام اهو بيريح ونزل اكيد حسام يوسف المعد الثاني للفريق، وادي تغيير برضه في نادي الزمالك، 13 نزل ومحمد لعبه خرج اللي هو محمد عبد المنعم كابتن الفريق 13، وخرج محمد لعبه او محمد مصطفى كامل لعبه رقم 22. والارسال مع النادي الاهلي، محمد عادل دوله، احمد صلاح بيلعب ارسال قوي، استقبال، ودي محاوله مره ثانيه واعداد مره ثانيه من النادي الاهلي، جارسيا بيعد هناك لاحمد صلاح، يا ولد يا احمد يا صلاح، يجيب النقطه 19 ويزداد الفارق الى 9 نقاط، وبيروح للكابتن محمد مصالح ميدو وبيحضنه، يعني ده ده تقدير من الكابتن مصالحي على الكره القويه والفنيه اللي اتلعبت بطريقه قويه وجاب بينها نقطه، اهو رايحين الاثنين بيحضنوا بعض، ده دليل على انه احمد صلاح كان اداؤه بلاء حسن في هذا الشوط والشوط اللي فات، طبعا من معظم النقاط من ضربات الارسال ومن الضربات الساحقه من بايد الكابتن احمد صلاح. احمد صلاح على الارسال رقم 4، يلعب ارسال من اعلى، احمد صلاح بيلعب بذراعه الايسر، ذراع قوي، النقطه ال20 يا جماعه، نقطه 20 برضه رايح تاني لكابتن محمد مصالح ميدو وبيحضنه، وده دليل ان هو بيلعب كرات جيده وبيحصل على النقطه 20 اهو امام حضراتكم، ورايح بص تشجيع قوي من مصالحي لاحمد صلاح، وطبعا ده يعني اذا كان بيدل على الحب بين المدير الفني واللعيبه، و20 النادي الاهلي 10 الزمالك دبل سكور، ولكن ولو النقطه دي نقطه للنادي الاهلي، نقطه 21 يا جماعه، نقطه 21 هي جت تقريبا في بجوار خط الجانب، والنقطه 21 يعني 11 نقطه فارق، ده دليل ان احنا ركزنا ولعبنا ارسالات قويه ولعبنا يعني بضرب ساحق قوي ولعبنا اعداد قوي ولعبنا ضربات ساحقه واستغلينا كل الفرص المتاحه للنادي الاهلي. وادي احمد صلاح على الارسال رقم 4، 21 الاهلي 10 الزمالك 11 نقطه، يلا يا شباب، وارسال قوي برضو من النادي الاهلي، احمد صلاح بيوقع محمد رضا وهو بيدافع عن الملعب، ومحاوله كده ونقطه لنادي الزمالك وحائط صد،
كده خارج الملعب ونقطه، نقطه 11 وفارق 10 نقاط لصالح النادي الاهلي. اهو ما لحقش جارسيا يعمل ديفنس او تغطيه او ريكفري على حائط الصد اللي طلع الثلاثي بتاع الاهلي. نقطه لنادي الزمالك، محاوله اهو، ادي ارسال استقبال من النادي الاهلي واعداد كده، وبيضرب الوجهي وبيجيب نقطه فعلا، نقطه 22. يتقدم الاهلي 22. يلا يا شباب، الاهلي صائد البطولات وحاصد البطولات الافريقيه والعربيه والالقاب العالميه والقاريه، يعتبر متصدر الانديه في على مستوى العالم في حصد البطولات في الكره الطايره. 63 بطوله ياخدها النادي الاهلي. ارسال، ادي استقبال من نادي الزمالك واعداد ومحاوله مره ثانيه من نادي الزمالك وخارج الملعب، والنقطه 23 للنادي الاهلي، 23 للاهلي، 11 12 نقطه فارق. ده يعني النادي الاهلي يعني بيعمل كل حاجه في الملعب، وكل نقطه بتيجي كل كوره بياخد منها نقطه. لوجي على الارسال رقم 6 من النادي الاهلي المحترف الايطالي، لكن خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي. معلش، احنا احسن واحنا الافضل واحنا المتقدمين بفارق 11 نقطه، 12 الزمالك، 23 الاهلي. اظن لو خدنا الشوط ان شاء الله ناخد الشوط ده ويبقى دفعه معنويه للشوط الثالث، ونقطه كده تعزموا على بعض جارسيا ولويجي. ولكن معلش تتعوض. 23 13 10 نقاط فارق. محمد عبد المنعم على الارسال، استقبال النادي الاهلي، لوجي، وادي اعداد لحسام يوسف ومحاوله من النادي الاهلي، والنقطه 24 24 الاهلي، 13 الزمالك، ونقطه وينتهي الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي ومن مباراه القمه، ويقترب الاهلي خطوه من كاس السوبر الاولى في تاريخ الكره الطايره. عبد الرحمن سعودي رقم 5 على الارسال. عبد الرحمن يلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد ومحاوله مره ثانيه، حائط صد، والنقطه 25، حائط صد احمد سعيد، قلت لحضراتكم 25 13 لصالح النادي الاهلي، الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي في مباراه القمه في كاس السوبر المصريه اللي مقامه على صاله نادي هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. يعني نقول ايه بقى، لا اروع ولا احسن، وزي ما بيقول الكتاب طبقنا التعليمات صح من الكابتن محمد مصلحي، وشفنا الاحضان وشفنا اللعب وشفنا الاداء، وادي الاعاده امام حضراتكم في ما بين الشوطين الثاني والثالث، وراحه ما بين الشوطين الثاني والثالث، ونعود لحضراتكم مره ثانيه. معاكم في الشوط الثالث من مباراه القمه السوبر المصري وفي صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، والاهلي متقدم شوطين، الشوط الاول 25 20 والشوط الثاني 25 13، فرق 12 نقطه يا جماعه في الشوط الثاني. ده دليل تركيز، ده دليل لعب لاعبي النادي الاهلي، ده دليل ان لعيبه النادي الاهلي بتادي اداء جميل جدا ولا اروع ولا احسن زي الكتاب ما بيقول. وشفنا احمد صلاح راح مرتين وحضن الكابتن مصطفى حميدو على تشجيعا على النقطتين ورا بعض. وادي الكابتن ناصر حمدي في حوار كده مع لاعب النادي الاهلي محمد عادل دوله، واعتقد نفس التشكيل اللي بدا بيه المباراه في الشوط الاول والثاني هو نفس التشكيل في الشوط الثالث. على ايدك اليمين النادي الاهلي بزي والاحمر، احمد صلاح، عبد الله عبد السلام كابتن الفريق، محمد عادل دوله، لوجي المحترف الايطالي رقم 6 سيلفر توري، وغارسيا 11 الليبرو الفريق، وعبد الرحمن سعودي اهو بيستقبل وهيخش مكان هيخرج ويخش مكانه جارسيا اللي هو الليبرو الفريق. نادي الزمالك على ايدك اليمين بزيه الابيض بقياده الكابتن احمد عاشور. نادي الزمالك طبعا يعني كل التوفيق للفريقين، وطبعا المباريات فيها فايز وفيها مغلوب. طبعا الاهلي الاحسن والافضل والاول وكل شيء، والاهلي متقدم في الشوطين الاول والثاني، مباراه القمه في السوبر المصريه الأولى في تاريخ الكرة الطايرة. وهنبدأ أهو بسم الله ما شاء الله بأحمد سعيد، دايما أحمد سعيد طبعا بيتحفنا بإرسالاته بضرباته الساحقة بدفاعاته، ولاعب من طراز من الطراز الأول، وطبعا أكيد الجهاز الفني للمنتخبات بعد البطولة العربية هينظر إليهم بنظرة قوية. وأدي إرسال ومحاولة من النادي الأهلي ونقطة. يلا يا جماعة مش مشكلة، مش مهم النقطة دي،
نخلي بالنا قلنا من الدفاع عن الملعب، ونقطة الأولى للزمالك على الإرسال رقم 15 من الزمالك محمد مجدي، إرسال من أعلى، وأدي الاستقبال نادي الأهلي جارسيا. الراجل ده يعني عمل كرات جميلة في الاستقبال والدفاع عن الملعب، ومحاولة من نادي الزمالك تصليح الكرة وتعدية إلى الملعب النادي الأهلي، وأحمد صلاح، ومحاولة من أحمد صلاح هو في دفاع عن الملعب من نادي الزمالك، ومحاولة مرة تانية عبد الله عبد السلام، وأحمد سعيد بيجيب النقطة الأولى. أحمد سعيد ضرب خلفي بيعدله كده سريع عبد الله عبد السلام، وبيجيب النقطة الأولى ونقطة التعادل، واحد الأهلي واحد الزمالك. يلا يا رجالة أهو أهو أمام حضراتكم في الإعادة، بص طالع زي الصقر زي الصقر أحمد سعيد، بسم الله ما شاء الله يا ابني. الإرسال مع محمد عادل، 1-1 الشوط الثالث، مباراة القمة في السوبر المصرية، وأدي محاولة مرة تانية يا عبد الله يا أخويا، معلش يا عبد الله معلش. نقطة كده لنادي الزمالك، 2 الزمالك 1 الأهلي، أهو أمام حضراتكم في الإعادة. طيب محمد لعبة ضارب، ولكن عبد الله هو الراجل يعني يعني جت على إيد واحدة، لو جت على الإيدين اتنين بجر كان هيقدر يلعبها كويس. رضا هيكل على الإرسال، إرسال قوي، استقبال أحمد سعيد، إعداد عبد الله، وجاء ولوجي كده بيضرب، وفي دربكة في صفوف نادي الزمالك، ومحاولة مرة تانية دفاع عن الملعب من النادي الأهلي. عبد الله عبد السلام بيلعب خلفي لأحمد صلاح مرة تانية. يا جماعة نخلي بالنا من الاستقبالات، نخلي بالنا من التغطية على حائط الصد، وضربة من لوجي، ولكن بيلعبها كده أحمد اللقاني أو أشرف اللقاني رقم 3، وبيجيب نقطة لنادي الزمالك، ويتقدم الزمالك 3-1. يلا ما يهمناش نلعب أهو، طلع أشرف اللقاني لعبها بإيده أو بذراعه الأيسر، ده ابن الكابتن محمد اللقاني مدير فني الزمالك السابق والمنتخب ومدير فني بتروجيت حاليا. رضا هيكل على الإرسال رقم 17، يلا نكسر الإرسال وناخد نقطة. يلا يا جارسيا أهو لوجي، وأدي أحمد صلاح ونقطة، ولكن في خطأ على النادي الأهلي، كورة محمولة حسبها الحكم اهي، واحنا طالعين اهو اهي، خطأ على نادي الاهلي، دبل اعتقد من المعد عبد الله عبد السلام. اربعه الزمالك واحد الاهلي، ورضا هيكل. لا يا جماعه نخلي بالنا بقى من الارسالات، نكسر ارسال نكسر ارسال، معلش معلش. يلا يلا كده الإرسال مع نادي الزمالك ما زال مستمر، 5 الزمالك 1 الأهلي. رضا هيكل على الإرسال، إرسال من أعلى، وكسرنا الإرسال والحمد لله، ونقطة للنادي الأهلي، 2 الأهلي 3 للزمالك. هو كسر الإرسال وضيع الإرسال، جاي في الشبكة، وعلى الإرسال أحمد صلاح، يلا يا عالمي العالمي أحمد صلاح، 2 الاهلي 5 الزمالك. يلا يا ابو حميد يلعب ارسال من اعلى يا مساهل، استقبال اعداد هناك في مركز 4، وعقد صد من النادي الاهلي زوجي سعودي وعبد الله، مره ثانيه النادي الاهلي، واعداد هناك في مركز 4، ويا ولد يا ولد لوجي، لوجي بيجيب نقطه، وفي النقطه الثالثه للنادي الاهلي اهو، طالع في مركز 4 وبيضرب في الحته الفاضيه وبيجيب نقطه. 3 الاهلي 5 الزمالك، والارسال مازال مع احمد صلاح، يلا يا عالمي احمد صلاح، عايزين احضنك بينك وبين الكابتن ميدو بقى، ارسال قوي، استقبال الزمالك مره تانية، ده لاعب خلفي اهو، لعب قدام رضا هيكل، محاوله من احمد صلاح، بيعد وبيلعب الكوره كده للوجي سيلفا توري المحترف الايطالي، ومحاوله مره تانية من النادي الاهلي، جارسا بيعد اهو أو أو، نقطة جميلة من عبد الله عبد السلام، ودبل كده او كرة محمولة من محمد لعبة، وبيبص للحكم بيشاور عليه، ونقطة للنادي الأهلي، ونقطة 4، بقينا فارق نقطة واحدة نقطة واحدة. أحمد صلاح ما زال على الإرسال، أنا توسمت خير أول ما أحمد صلاح لعب الإرسال، خد 3 نقاط ورا بعض، بقينا 4 4 الأهلي
5 الزمالك، واحمد صلاح على الارسال العالمي، العالمي على الارسال. يلا يا ابو حميد، احمد صلاح يلعب ارسال من اعلى بذراعه الايسر، ارسال قوي بيجي في الشبكه، الدفاع عن الملعب من نادي الزمالك، محاوله النادي الاهلي، احمد صلاح تاني اعداد ومره تانيه، ودفاع عن الملعب من نادي الزمالك، بيعدي الكوره بجر مره تانيه، بيلعب خلفي عبد الله عبد السلام، ولكن معلش يا احمد، معلش يا احمد، معلش يا احمد عشان ما ناخدش انذار ونضرب في الشبكه. نقطة لنادي الزمالك اهي، شفتها حضراتكم اهي، احمد صلاح طالع كويس ولعب، بس حاط الصد ما جاتش مظبوطة وما كانش لها لازمة ضربة الشبكة، يعني الحكم كان ممكن يعني يدي انذار او يدي حاجة. الشبكة هتتعمل، عملوها طبعا، وتقدم نادي الزمالك 6-4 النادي الاهلي. لسه يا شباب، محمد لعب على الارسال، لعبة خارج الملعب، خارج الملعب، هو المراقب كان متردد بس رفعها اوت، وخلاص هو شاور، الحكم قال لهم، بيقول لي نادي الزمالك انا شاورت الكره بره، خلاص الكره بره، الكره بره، الكره بره، ورجع زي ما تقول رجع وحط ايديه تاني، تردد المراقب ده اللي خلى اعتراض لاعبي نادي الزمالك، تقريبا حسبها لنادي الزمالك. هنشوف ايه القرار النهائي، الحكم الثاني رايح اهو، الحكم الاول دكتور محمد منير رايح للكابتن ناصر حمدي، وعبد الله عبد السلام طبعا كابتن الفريق من حقه يتكلم مع الحكم. حسبت للنادي الاهلي، للنادي الاهلي نقطه، للنادي الاهلي 5 الاهلي 6 الزمالك، والارسال مع النادي الاهلي. يلا يا رجاله، سيلفر توري على الارسال رقم 6 المحترف الايطالي، ارسال من اعلى، استقبال النادي الزمالك، اعداد هناك، ولعبه بيضرب سريع خلفي، لازم نخلي بالنا يا جماعه. سبعة الزمالك 5 النادي الاهلي، الارسال مع محمد مهدي، رقم 6 من الزمالك، خارج الملعب، خارج الملعب احسن، خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه السادسه، فارق نقطه واحده. يلا بقى نعوض وناخد ونتقدم ونفوز بهذا الشوط عشان نخلص المباراه وناخد كاس السوبر الاول في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ الكره الطايره. 6 الاهلي 7، وادي ارسال اعداد من لقاني، وادي ضربه ساحقه وحائط صد ودفاع من عبد الرحمن سعودي، وادي ضربه ساحقه من احمد سعيد، يا ولد يا ولد يا احمد يا سعيد، نقطه التعادل، نقطه التعادل يا ابو حميد، بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك يا ابو حميد، تسلم ايدك يا ابو حميد، اهو طالع ولا اروع ولا احسن، وزي الكتاب ما بيقول ضارب وحائط الصد، كان حائط الصد زي ما بيقولوا عليه، يعني مش عايز اقول الكلمه، ولكن محاوله مره ثانيه من نادي الزمالك، والتعادل 7-7، اعداد ومحاوله، احمد سعيد مره ثانيه، يا ولد يا ولد يا احمد، بسم الله ما شاء الله يا ابني، ربنا يحميك، تسلم ايدك يا ابو حميد. بقع بص اهو محمد بوزلع اهو عمال يقول له يلا نكرر ثاني، نكرر ثاني اهو، بس انا كنت عايز اروح لاحمد محمد بوزلع ويحضنه بقى اهو، بسم الله ما شاء الله يا ابني، ربنا يحميه، تسلم ايدك يا ابو حميد. على الارسال اهو عبد الرحمن سعودي، 8 الاهلي، تقدم للنادي الاهلي الاول في هذا اللقاء في هذا الشوط، 8-7، محاوله مره ثانيه وخارج الملعب، تاتش بلوك، اعتقد انها تاتش. عبد الله عبد السلام بيبص للحكم الثاني، في كده نقاش، قرار اتاخد وايده جت في القائم الحديدي، اهو طالع اهو اهو، نقطة لنادي الزمالك والتعادل 8-8. يلا نعوض مفيش مشاكل، احنا احسن واحنا الافضل. ارسال نادي الزمالك، اعداد الاهلي، عبد الله عبد السلام خلفي، احمد صلاح، يا ولد يا ولد، برافو، تسلم ايدك يا ابو حميد، يا عالمي يا عالمي. النقطة التاسعة، ضربة كده ولا احسن ولا اروع من احمد صلاح، اهو بص اعداد خلفي، يعني هم حسوا ان هو هيعد،
لاحمد سعيد او محمد عادل سريع، لكن هو لعبها خلفي على طول لاحمد صلاح. عبد الله عبد السلام على الارسال والتقدم للنادي الاهلي 9-8 ومحاوله كده، ولكن نقطه التعادل نادي الزمالك في اعتراض كده على الكوره اللي عدت دي اهي. يعني هو الحكم حسبها نادي الزمالك 9-9. احمد يوسف على الارسال بيلعب ارسال من اعلى استقبال، ده ارسال كويس ومحاوله من محمد عادل دوله مره ثانيه لخارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي، جت في حائط الصد الزملكاوي وخارج الملعب ونقطه، وضحك عليهم احمد سعيد كده وما خدش الكوره ونقطه للنادي الاهلي 10 الاهلي 9 الزمالك اهي. تمام حضرتك بص احمد سعيد طالع وضرب ورجع وايه لمس الكوره الا بره الملعب، بره الملعب مش جوه الملعب برجليه، هو لمس الكوره برجليه بره الملعب مش جوه الملعب، لو جوه الملعب كانت تبقى حاجه ثانيه. احمد سعيد على الارسال، احمد سعيد بيلعب ارسال قوي من اعلى مع الوزن، استقبال اعداد الزمالك ومحاوله من النادي الاهلي في الدفاع عن الملعب وخارج الملعب والنقطه العاشره. حداشر الاهلي 9 للزمالك، فارقنا نقطتين اهو، بدانا نزيد الفارق وقت مستقطع طلبه نادي الزمالك. كابتن احمد عاشور طبعا عايز يوقف الفارق ما بين الاهلي الاهلي والزمالك، وعايز يمتص حماس لاعبي النادي الاهلي، وطبعا طبعا تعليمات ميدو محمد مصالح ميدو للاعبي النادي الاهلي، وهو بيداعب محمد دوله عادل دوله. وادي سياده الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وجنبه كابتن خالد العوضي، وجنبه المهندس ياسر ادريس رئيس المهندس ياسر قمر سوري رئيس اتحاد الكره الطايره، ورئيس منطقه الاسماعيليه موجود. وادي ادي الوقت المستقطع انتهى اللي خده الكابتن احمد عاشور، والارسال مع النادي الاهلي والاهلي متقدم بفارق نقطتين 11 الاهلي 9 لنادي الزمالك. احمد صلاح على الارسال، احمد سعيد ما زال على الارسال، احمد سعيد رقم 18، احمد سعيد على الارسال اهو بيلعب ارسال قوي، استقبال زملكاوي، اعداد ومحاوله من حائط الصد الاهلاوي للدفاع عن الملعب مره ثانيه. عبد الله بيلعب خلفي لاحمد صلاح، يا ولد يا ابو حميد يا عالمي، انا يعني انا عايز اسقف لك والله يا كابتن، ربنا يوفقك ويحميك و100 100 يا احمد يا احمد يا صلاح. اهو احمد صلاح طالع وضارب وكده حائط صد مشروخ، ونقطه للنادي الاهلي وساد الفارق 3 نقاط، الاهلي 12 الزمالك 9. واحمد سعيد ما زال على الارسال، هارد لك يا احمد معلش معلش، 10 الزمالك 12 الاهلي، نخلي بالنا من الكرات اللي جايه، ال 10 نقاط اللي جايه دي لازم نفرق يكون فارق لصالحنا صالح النادي الاهلي، عشان نقدر ناخد الشوط ده وناخد البطوله ونخلص من المباراه ونفوز بكاس السوبر الاولى في تاريخ الاهلي اللي هيتم اضافتها ان شاء الله لدولاب النادي الاهلي صاحب البطولات القاريه والعالميه والمحليه. ضربه صاحبه بورس احمد صلاح برضه، الحكم بص له وممكن يديله انذار، بلاش يا احمد بص هو بيتكلم مع الحكم، شدت الشبكه ملهاش لازمه. اه هو نازل شد الشبكه. حداشر الزمالك اهو في حوار كده اهو، الحكم اداله يعني كده وقال له خلاص. الارسال مع نادي الزمالك، 11 الزمالك 12 الاهلي، مباراه القمه في كاس السوبر الاولى في تاريخ الكره الطايره، وخطا على نادي الزمالك 11 الزمالك. على الارسال محمد عادل دوله، متفائل بيك يا ابو حميد، يلا محمد ارسال من اعلى استقبال كده اعداد زملكاوي
محمد صلاح ولكن خارج الملعب ونقطة للنادي الزمالك. في تغيير اعتقد لنادي الزمالك، رشاد شبلي نازل هو رقم 9 مكان محمد المهدي رقم 6 سنتر بلوك نادي الزمالك. رشاد شبلي كان بيلعب في طلائع الجيش واتنقل لنادي الزمالك. رضا هيكل على الارسال، ارسال من اعلى استقبال ومحاوله مره ثانيه سريع من احمد سعيد، ولكن في خطا على احمد سعيد طلع ولمس الشبكه وهو نازل، فدي نقطه لنادي الزمالك. اهو خلي بالنا حضراتكم اهو الكره رجعت وهي ردت ونزلت ملعب النادي الاهلي كمان، يعني غير ان هو خطا في الشبكه الكره ردت من حائط الصد ونزلت ملعب نادي الاهلي. رضا هيكل 13 نقطه واحده يا جماعه لازم نخلي بالنا من الارسالات. اهو استقبال اعداد وحلو يا سيلفر توري يا ولد بيجيب النقطه 14. هو ده اللعب يا جماعه. اهي جمله تدرس اهي، شفنا حضراتكم اهي طلع وضرب وحائط صد مشروخ من الزمالك والكوره تنزل ارض ملعب نادي الزمالك في الحته الفاضيه. ارسال احمد صلاح رقم 4 من النادي الاهلي، ارسال استقبال زملكاوي واعداد ومحاوله وملعب النادي الاهلي ونقطه لنادي الزمالك. عبد الله عبد السلام بيعتذر بيقول ان هي دي كانت المفروض انا اجيبها وعمل بايده كده للزمالك رفع يعني اهو امام حضرتك الكوره اهي شايط لعبه وجت في ايده جت في ايد عبد الله في حائط الصد وخرجت، وهو من اخلاقه وذوقه رفع ايده للحكم الاول بيقول له انا جت في ايدي انا. طبعا هي ما بتحصلش في بعض اللعيبه. وادي استعداد مره ثانيه ومحاوله حائط الصد وسيلفر توري بيلعبها بتيجي في حائط الصد ونقطه للنادي الاهلي ويتقدم النادي الاهلي 16 14 نادي الزمالك فارق نقطتين. اهي جت في ايد وش اشرف اللقاني وخرجت بره الملعب من سيلفر توري المحترف الايطالي رقم 6. على الارسال اهو سيلفر توري ارسال من اعلى هو لعبها كده بخبره وجت في وش اشرف اللقاني وخرجت بره الملعب واتحسب يا 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 حائط صد زوجي لا احسن ولا اروع ولا من كده. عبد الله عبد السلام وعبد الرحمن سعودي اهو امام حضراتكم اهو طالعين الاثنين اهو مع بعض وحائط صد يا جامد حائط صد قلت لحضراتكم حوائط الصد التغطيه على حائط الصد وعلى الضرب الساحق والارسالات القويه هتكون هي الاوراق الرابحه للنادي الاهلي. 17 الاهلي 14 الزمالك. استقبال نادي الزمالك مره ثانيه محاوله للدفاع جارسيا الكوبي بيدافع وكره قويه من احمد صلاح تسلم ايدك يا احمد سعيد كره من مركز 4 في اصابه تقريبا الكابتن محمد لعب نادي الزمالك هو عنده اصلا اصابه بيلعب وهو مصاب اهي عضلات ظهره اعتقد ووقع ويمكن يتم تغييره من قبل الكابتن احمد عاشور اعتقد. 18 الاهلي الزمالك 14 واهو كابتن تامر تايجر اهو امام حضراتكم بيقول لهم على اللعب عشان قلت لحضراتكم كده ممكن يكون في تغيير. محاوله اهي من طبيب نادي الزمالك اهو محمد لعبه مش قادر يلعب او هين تقريبا هيغير وهيخرج وهينزل محاوله ولكن رجع الملعب تاني لعبه وقال انا هستمر. والنتيجة تقدم النادي الأهلي 14 الزمالك. شفنا كابتن تامر المدرب العام للفريق لما دخل بالجهاز بيقول للعيبة على الخطط الفنية وطريقة اللعب عشان نقدر نخلص الجيم ده لصالح نادي الأهلي. محاولة مرة تانية من النادي الأهلي في حائط الصد عبد الله عبد السلام بيرفع لأحمد سعيد يا ولد يا أحمد مرة تانية حائط صد خارج الملعب يا جماعة خلاص أعتقد إن الأهلي يعني نقاط ويفوز بالشوط الثالث والمباراه وكاس السوبر. 19 الاهلي 14 الزمالك واثنين الشوطين الاول 25 20 والشوط الثاني 25 13 وادي امام حضراتكم فارق 5 نقاط والاهلي متقدم وروح المعنويه عاليه. وادي الارسال مع النادي الاهلي سيلفر توري لاعب نادي الاهلي المحترف رقم 6 والارسال منتظر سافره الحكم وادي سيلفر توري بيلعب ارسال قوي واستقبال مره ثانيه ومحاوله من اشرف اللقاني
ونقطة للنادي الأهلي. اللي بيضرب الشبكه وتاكيد الحكم هيحذره اهو اهو. عبد الله عبد السلام طالع، احمد سعيد يا ولد يا ولد يا احمد يا سعيد، نقطه. تسلم ايدك يا ابو حميد، تسلم ايدك. وبيشاور لمصلحي بيقول له انا هستمر على اللعب اهو، واقف معاه اهو، بيشجعه وبيحفزه. والنقطه 20 للنادي الاهلي، 14 للنادي الزمالك، فارق 6 نقاط. ضمننا ان شاء الله الفوز بكاس السوبر والشوط الثالث ان شاء الله، والفوز بكاس السوبر في المقاومه بصاله نادي هيئه قناه السويس بصاله بالاسماعيليه. وانتهى الوقت مستقطع لطلب الكابتن احمد عاشور. طبعا هذا اللقاء يعتبر بروفه قويه للنادي الاهلي استعدادا للبطوله العربيه اللي هتبدا يوم السبت ان شاء الله، مع مجموعته الاهلي. هتبقى الاهلي والنصر البحريني وكازما الكويتي والميناء اليمني، وهيلعب الاهلي يوم الاثنين يوم 20 مع النصر البحريني الساعه 4، وهيلعب الثلاث مع كازما الكويتي الساعه 4، وهيلعب يوم الخميس مع الميناء البحريني اليمني والساعه 4 برضه. وتقدم النادي الاهلي 21-20، وهذه احضان ما بين محمد مصلحي ما بين احمد سعيد واحمد صلاح. احمد سعيد اهو طالع وضارب الكوره وجايب النقطه 21، ويتقدم النادي الاهلي اهو اهو اهو. احضان اهي زي ما قلت لحضراتكم كده بيشجع اللاعب اهو، وجانهم احمد سعيد واحمد صلاح انضم لهم بالاحضان يا اهلاويه. نقطه ومن اول السطر 21 14 نادي الزمالك، محاوله كده ونقطه لنادي الزمالك، النقطه 15. تاتش بلوك على النادي الاهلي اهي، طالع اهي طالع اهي كوره، وطالع رشاد من مركز 3 وضارب سريع رشاد شيب، وجت نقطه للنادي الاهلي. احمد صلاح بيقول لهم معلش معلش مش مشكله مش مشكله هنعوضها اهو، واهي ونقطه خارج الملعب يا سيلفر توري المحترف الايطالي. والنقطه رقم 16، 21 الاهلي 16 للزمالك. رشاد شيب على الارسال اللي نزل كده مكان محمد المهدي في نادي الزمالك، واستقبال جارسيا، اعداد ومحاوله ونقطه من احمد سعيد يا ولد. اكتر عدد نقاط سجلها هذا الشوط احمد سعيد، ضربه ساحقه من مركز 4 اهي. لا احسن ولا اروع ولا افضل من كده، بالمقاس زي الكتاب ما بيقول. والنقطه 22 وثلاث نقاط، وينهي الاهلي الشوط الثالث وبطوله كاس السوبر لصالح النادي الاهلي ان شاء الله، وانضطاف الكاس السوبر لدولاب بطولات النادي الاهلي. ضربه ساحقه واستقبال محاوله احمد صلاح، احمد صلاح واهو محاوله مره ثانيه على الارسال، وحائط صد، حائط صد جميل محمد عادل دولا وعبد الله عبد السلام. والنقطه 23 للنادي الاهلي اهي امام حضراتكم، النقطه 24 اهي اهي جت في ايد لاعب، ونقطه للنادي الاهلي. التقدم للنادي الاهلي 23 الاهلي 16 الزمالك، والارسال مع عبد الرحمن سعودي، استقبال النادي الزمالك ومحاوله عبد الله عبد السلام يا ولد يا ولد يا عبد الله يا ولد يا عبد الله. 24-16 عبد الله عبد السلام الفتى الاسمر يا ولد يا كابتن الفريق، تسلم ايدك يا عبد الله. بص اهو طالع وضارب وفين في معتل. 24-16 نقطه وينتهي هذا الشوط وهذا اللقاء. فرحه العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي اهو امام حضراتكم، ارسال استقبال كده ومحاوله من نادي الزمالك، وينتهي هذا اللقاء لصالح نادي الاهلي. حائط صد والنقطه 25-15 للنادي الاهلي 16، ويفوز النادي الاهلي بالمباراه وكاس السوبر الاولى، وفرحه عارمه والف مبروك للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب صائد البطولات مع فرقه الرياضيه الطايره والسله واليد. ودايما كده دايما نكون فرحانين في النادي الاهلي بالبطولات وكاس السوبر المصريه. وهذه التحيه بعد اللقاء، طبعا اللعيبه كلهم اصحاب بره الملعب وداخل الملعب، تحيات كده وبيصافحوا بعض بعد اللقاء.